نعم. عندي سؤال للشيخ. السلام عليكم اتفضل. شيخنا. وعليكم وعليكم السلام السلام ورحمة ورحمة الله وبركاته. شيخنا، الأسبوع من يومين حضرتك قلت إن لا يجوز تقديم صلاة الجمعة عن موعدها. نعم. فإحنا عندنا هنا في البلد، في كندا، في بلدي عندنا الجامع الرئيسي وعندنا مصليات. فالجامع الرئيسي بيعمل حوالي امرار مرتين او ثلاث مرات صلاه الجمعه. صحيح. علشان الاعداد بتتزايد ما شاء الله. نعم. فاحد الصلوات بتبقى ساعه قبل موعد الاذان. فهل هذا يجوز ام لا؟ انا الحمد لله بصلي في الصلاه الثانيه، الصلاه الثانيه لما بتاكد احاول انه الاذان الظهر خلاص. نعم. جزاك الله خير. الله يبارك فيك، جزاك الله خير. سؤالك واضح. شكرا لاتصالك استاذ محمد ابراهيم من كندا. يعني في مثل هذه الحالة فضيلة الشيخ، صلاة الجمعة تصلى أكثر من مرة؟ لا، هو صلاة الجمعة تصلى أكثر من مرة وتخطب الجمعة أكثر من خطبة. حتى ولو كان الخطيب واحدا والإمام واحدا فهذا جائز. نعم. في بلاد يعني تعدد أو كثر عدد المسلمين فيها وقلت المساجد وضاقت المساحات، فده جائز. الإمام بيخطب الجمعة ويصلي الجمعة وبعد ساعتين يكون البرك فضي بتاع السيارات وتكون الناس التانية جت وناس بتكون خلصت شغل وكذا، ممكن يفضل يصلي كده لحد العصر. نعم. ما عندناش مشكلة. لكن يبدأ وقت صلاة الجمعة مع دخول وقت صلاة الظهر اللي هو وقت الزوال. لكن الصلاة قبلها في الحقيقة هذا يعني هذه صلاة في غير موعدها. وأنا لا أدري في الحقيقة، يعني ربما الإخوة المسؤولين عن المركز الإسلامي هناك يعني لهم فتوى خاصة بهذا الأمر، أو ربما استندوا في ذلك إلى أن هم أن وقت صلاة الجمعة دخل في بلد إسلامية أخرى، والبعض ربما يرى ذلك في بعض البلاد التي الأوقات فيها بعيدة جدا والتي ربما الليل فيها يستمر لأيام أو لشهور، أو النهار يستمر فيها لأيام وشهور. ممكن يجوز العمل بمثل هذه الفتاوى في مثل هذه المناطق اللي الليل فيها طويل لدرجة ممكن يبقى 5 6 شهور والنهار أيضا، فده يجوز. لكن غير كده يجب أن ينضبط وقت صلاة الظهر ووقت صلاة العصر. فنبدأ أول خطبة مع أول دخول الوقت، ثم بعد ذلك يستمر إلى ممكن لحد العصر معنا خطبة الجمعة وصلاة الجمعة. نعم. لكن قبل الصلاة فهي صلاة في غير موضعها أو في غير وقتها، وبالتالي هي صلاة باطلة. هذا الأمر فضيلة الشيخ أيضا يعني لا ينطبق على الأيام التي فيها حروب أو كوارث أو خلاف، ومن الصعب إقامة صلاة الجمعة في وقتها مثلا. ما فيش صلاة جمعة. ما فيش صلاة جمعة، لكن هنصلي الظهر في ميعاده. لابد أن نكون في الميعاد. يعني مش هنخطب الجمعة ونجمع الناس، لا، نصليها ظهر بس في ميعاده. نعم. جزاك الله كل خير فضيلة الشيخ.